كيف ما كتشوف هاد الوقيته زعما رمضان كيكون صاهل بزاف، يعني الناس كيحتاجوا لواحد الجو اللي هو بارد، وكم انايا ساكنه حدا البحر دونك قلت نهبط نهبط يعني تبرد شويه، وميم طون لا مارش وما خصش يكون واحد ايفور كبير، يعني كيكون نورمالمون في الوقيته العاديين كيكون عامر يعني كيكونوا الناس بزاف، وهاد الوقيته كيكون خاوي، واحسن حاجه انه يكون خاوي وكيكون نقي، ويعني احسن حاجه انه بنادم يهبط يفطر في رمضان، يعني واحد الاحساس زوين. حنا كنعيشوا واحد الاجواء رمضانيه في مدينه تماره، بالضبط في بحر كونطر، بحر كونطر، وكما كتشوفوا دابا الجو مزيان، وبنادم هنايا تيجي يفطر، مره تيجي يفطر مره يعوم، على حساب كاين اللي كيجي يعوم كاين اللي كيجي يلعب كوره، وكيف ما كتشوفوا الاكثريه اللي تجي تفطر تجي تفطر على حساب الجو ديالها، والعائلات هما تيكونوا هنايا بزاف، حيت رمضان ضروري ما تجمع ما بين الصحاب والاحباب، وكاين اللي لا تجمع ما بين ولاد القسم ديالو على حساب المدرسه وعلى حساب القرايه، شحال من حاجه. تنجيو للبحر شاك جور قبل ساعه من الفطور باش تنشوفوا زعما البحر، و افري تنجيو نفطروا هنايا كل مره في السيمانه،